كل لتر بترول تشتري أنت ما تدفع فيه ثمن البترول كمادة فقط، لا أنت قاعد تدفع ضعف قيمته مقابل أسباب ما تي على بالك. إنزين، شو هي الأسباب اللي تخلينا نشوف الزيادات الكبيرة في أسعار البترول اللي صايرة حالياً؟ أولاً الأحداث العالمية. لازم نعرف أن الاقتصادات العالمية مرتبطة ببعضها بشكل معقد جداً، والحدث اللي يصير في قارة معينة ممكن يأثر على فلوس الناس في قارة ثانية بعيدة. مثلاً الحرب الروسية الأوكرانية بروحها رفعت عندنا سعر البترول بنسبة 58% من وقت ما بدت لين الحين، وممكن بعد السعر يزيد أكثر لأن الدول الأوروبية تدور على أحد يبيعها البترول بدل روسيا، وروسيا تدور على أحد يشتري نفطها غير الدول الغربية، وهذا سوى ربكة في سوق النفط خلى الأسعار ترتفع بهذا الشكل. السبب الثاني يخص إنتاج النفط. دائماً نسأل نفسنا ليش الدول المصدرة للنفط ما تزيد إنتاجها وتغطي النقص اللي في السوق عشان ما ترتفع بهذا الشكل الجنوني؟ الإجابة ببساطة لأنها ما تقدر. في السنوات اللي طافت اتجهت الشركات أنها تقلل من استثمارها في قطاع النفط واتجهت كلها إلى الطاقة النظيفة. عشان كذي أغلب الدول اليوم ما عندها أساساً القدرة على زيادة الإنتاج. وعشان نفهم السبب الثالث لازم نفرق بين الجهات المنتجة للنفط وبين الجهات اللي تبيع البترول للمستهلكين واللي هي شركات التوزيع اللي تشتري البنزين بالسعر العالمي وترجع تبيعه لنا أيضاً بالسعر العالمي مع هامش ربح لنا. وبالتالي لما يرتفع سعر البترول عالمياً فهو يرتفع بالتأكيد في كل دولة ما تدعم سعره، بغض النظر إذا كانت هاي الدولة مصدرة للنفط أو فقط مستوردة. والسؤال هني، متى ممكن تنتهي هالأزمة؟ جزء كبير من المشكلة مرتبط بانتهاء حرب روسيا وأوكرانيا أو تصالح أوروبا مع روسيا، أو على الأقل يلاقون دول تبيع النفط بشكل مستقر وكافي بدل روسيا، وهذا يساعد على تخفيض سعر النفط بشكل كبير، لأن خلونا نتفق بأن السعر الحالي ما يناسب حد عالميا. الدول المستهلكة ترتفع عليها فواتير النفط، الدول المنتجة تتضرر لأن الأسعار فيها تتضخم، والدول الفقيرة ما بتكون قادرة أنها تستمر أصلاً بهذه الأسعار. فالحين دوركم تقولون لي كيف أنت شخصياً تواجه هذا الارتفاع؟ مع السلامة.